سيناريو غنحكيو فيه بزاف الاشياء اللي هي نوستالجيا اللي عاشها الجمهور المغربي في الثمانينات. امراه شعبيه يعني مع واحد الراجل عندها اللي هو عزيز داداس. سلسله كره الطريق هو واحد الطوير بينه وبينك كان كيعجبني من شحال هادي. يعني ما عندوش مساحة طويلة ولكن كين حضور يعني ايموشنيلمون بارلون كين حضور. انا كاع الامل اللي كندخل ليها كنراهن عليها علاش حيت كنختارها كنكون مقتنع بالبيرسوناج مقتنع بالعمل ومؤمن بيه مؤمن بالليكيب مؤمن بالمخرج مؤمن بزاف الحوايج. احنا في هذا المسلسل هذا كاين لوماج العماد لا سوسيتي المجتمع اللي هي الاسره. ما كنظنش شي عمل مغربي تجمع فيه اوطون ديال الاسماء بارزه بحال هذا العمل هذا ومن اجيال مختلفه. كانت لي فرصه كبيره باش ان شاء الله باش نزيد نكمل الخدمه ديالي في هذا الدومين ومعايا ممثلين كبار دونك شرف لي كبير باش نكون معاهم. كنقول للناس يسينوا كلها وطريقوا لان عمل كيشمل واحد الصيغه جديده واحد القصه جديده اللي يركز عليها المخرج وكنقول للناس اكيد غادي تشوفوا واحد الحاجه اللي يعني مشوقه وجديده.